أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في حصة بوضوح. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي اليوم في هذا العدد السيد إسماعيل ميرا، النائب البرلماني السابق المعروف ابن الشهيد عبد الرحمن ميرا. أهلا وسهلا بك سي إسماعيل. شكرا أخي، شكرا. ربما بمناسبة نشكرك أولا على تلبية الدعوة، وبمناسبة يعني الذكرى العاشرة للمصالحة الوطنية، أنت كنت أحد المقاومين اللي حاربوا الإرهاب آنذاك. واش تقدر تقول بمناسبة هذا الذكرى اللي ربما حقنت دماء الكثير من الجزائريين؟ على كل حال المناسبة هذه يشرفني أني نلقى روحي هنا، ونشكركم على حسن الضيافة واستقبال والدعوة اللي وجهتموها لي. احنا اللي نشكرك أنك لبيت الدعوة. بارك الله فيك. دوك المصالحة الوطنية هذه جات في واحد الوقت خاص مازالها سرية المفعول لحد الآن، وعندها قوانينها وعندها كذا وكذا، عندها حسناتها وعندها سيئاتها. انتباه، الإنسان مش معصوم من الخطأ، كل الناس معرضون للخطأ لكونهم بشر. بالتأكيد. نعم بالتأكيد يعني نعم. إذن المصالحة الوطنية جات بنتائج مليحة، إلا الناس المستفيدين من هذه المصالحة تمادوا بعض التمادي في طرح الإشغالات تاعهم وفرض أنفسهم في الميدان، يعني كأنهم مازالهم في الوقت اللي كانوا قايمين فيها الفوضى في الجزائر. والدولة الآن تلقى روحها عاجزة ولا مش عارف كيف تلقى الآن، يعني باش تقاوم هذا الحركة الحديثة اللي راهي تخدم من تحت في الغموض، يعني في الكواليس. وان شاء الله يا ربي، نقول ان شاء الله يا ربي يوفق الدوله هذه باش تلقى حل لهذا الموضوع. مش سهله، لازم الانسان يفهم الامور هذه. هما هذو اللي حاكمين البلاد عارفين الحكايه هذه، دونك ما لازمش يغضوا النظر عن الامور اللي راح تجر البلاد الى هاويه. دروك باش ما نطوش الكلام في الموضوع هذا، اللي نقول سبق ان قلت بلي فيها قوانين، ما خلينا القوانين هذه خلينا كاين ربما خلينا نروحوا لصلب الموضوع. فضل. صلب فضل. الموضوع ربما التصريح الاخير المدني مزراق في قناه من القنوات التلفزيونيه هي قناه الوطن، صرح تقريب يتوعد رئيس الجمهورية ويقول أنه رايح يسمعوا كلام كذا وكذا، ما يرضيهش يعني إذا كان ما بناء يعني على الرسالة الأخيرة اللي يرسلها رئيس الجمهورية واللي فصل فيها أنه مدني مزراق ما يقدرش القوانين تمنعه أنه يدير حزب سياسي. مدني مزراق تقريب كان رده قاسي في حوار، كيفاش قريت انت كيفاش قريت هذا الرد وهذا؟ شوف يا اخي، نقول لك حاجه، انا مدني مزراق اعرفه ويعرفني. تعرفه؟ اعرفه ويعرفني، والتقيت به مؤخرا في حفل اقامته جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين. التقيت به وقال لي: يا اخي اسماعيل، اعرفك، أنا متخالف معك في نقاط كثيرة ولكن متفق معك في نقاط أخرى، وأشكرك أنك وطني وكفى. لهذا فالأخ مدني مزراق، وأنا أستغرب هذا منه وإن كان يعني يعرفه، هذه تصريحات لا أساس لها من كيف اسمها من الموضوع. يعني لماذا؟ لأن الأمر انتهى الآن، زمان الإرهابيين أو زمان الإرهاب انتهى، والمصالحة الوطنية جاش باش تطوي الصفحة وجيب صفحة أخرى جديدة في تكوين المجتمع الجزائري. لكن درك ما يجيش واحد ينبش في الماضي وينبش في القبور، وأنك تشوف الآن الجماعة هذه يديروا تصريحات مش غير مدني مزراق، ولكن هذا الزعيم نتاعهم يدير تصريحات من هذا الصنف اللي ذكرته لي الآن. وهذا طبعا أن القانون يمنعه، مش يتكلموش في الموضوع هذا، إنهم يعني ما لا عندهم لا قانون ولا شيء، بينما الناس اخرين اللي يتكلموا يتعاقبوا. هذه الامور ماهيش مليحه، لان الشعب الجزائري خصوصا الناس اللي شاركوا في مكافحه الارهاب يشوفوا انفسهم انهم مهمشين او مهمشون عفوا، بينما الخصوم في القمه او في الصداره يشاركون بالراي في الدستور وفي غير ذلك،
والآخر لحظة لهم في هذا في هذا في هذا في هذه العملية. هذه الأمور نوب عليهم ربما الدولة، ربما الناس اللي راهم في البوفوار الآن، ينوبوا على الناس اللي شاركت في الإرهاب، نوب عليهم بعض الأحزاب السياسية المعروفة، أنا نقولوا لفلان، نقولوا لرندي اللي كنت أنت فيه، نقولوا حتى سمي أحمد ويحيى اللي راهو مكلف بمشاورات الدستور، هو تقريبا يعني معروف أنه مع لي باتريوت ومعظم هذا صحيح، ولكن مع لي باتريوت يعني لذلك ربما صحيح هو يحب لي باتريوت، هذا صحيح نعرفه مليح. أنت تحب أحمد ويحيى؟ أحمد ويحيى سبحان الله ينصر هذا الوطنيين ويحبهم صحيح، ولكن مع هذا احنا ما يمنعنيش باش نخوض رأيي في الموضوع هذا بدون ما نأثر ناس تسمع كيف درك هاد الناس هادو يشاركوا في إبداء آرائهم في هذا الموضوع، بينما في الجانب الآخر المشاركون في مكافحة الإرهاب لا رأي لهم فيه. أحمد ويحيى هو اللي طلبك باش تجي باش تنضم في وقت من الأوقات للحزب التجمع الوطني الديمقراطي؟ أنا أحترم هذا الرجل لأنه دعاني للانضمام إلى حزبه قبل أو بعد أن كنت أو قبل أن كنت في حزب آخر، كنت وحيدا يعني نائب واحد أو وحيد. دعاني عدة مرات، بعث إلي شخص حزب على ما أعتقد عبد القادر مرباح يعني كنت خرجوا في هذا الحزب هذا صحيح، ولكن انضميت الى حزب الارندي باش تكون لي مجموعه برلمانيه يكون لي فرصه في طرح افكاري والدفاع عن الجزائر بصفه عامه. تم لي باتريوت والمقاومين وكذا، لكن ثائر يعني هذا صحيح. هذا صحيح. ما وصلكش ويحيى بامور التقيته شخصيا؟ هو التقيته من السي احمد ويحيى؟ سبحان الله عارف، هو يعرفني جيدا، التقيه قبل امس، التقيت به قبل امس فقط. ايش قال لك قبل امس؟ لما كانش لا فرصه باش تكون في الموضوع هذا، جينا باش نقولوا عيدك مبارك، يعني دعانا بمناسبه العيد المبارك. لما قال لك تنضم الان عندي، قبلت الفكره انا ذاك ببساطه يعني ما استقبلني شخصيا بعد ان بعث الي شخصين وطلب مني الانضمام الى هذا الحزب. استقبلني في المكتب وقلت له لا أعتقد أن أكون صالحا لهذا الحزب الجميل. قال لماذا؟ قلت له أنا لا أسكت عن شيء فيه ضرر للمجتمع. وقلت له ربما يقولون لك أنك جئت بنائب مهرج. أو لا أدري كيف أسمي هذه الهدى. قال لي لك الحق أن تتكلم في كل شيء إلا ثلاث أمور. الوحدة الوطنية والجيش والرئيس. قلت له الوحدة الوطنية لا توصيني فيها وكذلك الجيش وأنا أعمل مع الجيش لحد الآن والرئيس أقول فيه رأيي إذا طرح علينا مشروعا من مشاريعه، هو رئيس الجمهورية له أن يبت في أي شيء يريد، ولكنني أقول رأيي في المشروع الذي يطرح عليه، لا أقول نعم إذا لم يوافق مزاجي أو مزاج المجتمع الجزائري. قال لي ما فيش مشكل، انضميت إلى هذا الحزب هذا وما زلني الآن فيه ونظيل في هذا الحزب هذا، وأرجو أن يكون له مستقبل ظاهر إذا سهر على حسن تنظيمه وتسييره. شوف عودة ويحيى مفيدة ليه الحزب الأيرلندي؟ هو إنسان ناشط جدا وحيوي وله كفاءة وقدرة خارقة في مواجهة المشاكل، هذه معروفة عنه. وش تعني لك ذكرى تاع 5 أكتوبر سي ميرا؟ قلت لك أن ذكرى 5 أكتوبر تعني كثير من الأشياء وأنها ناتجة عن أشياء تدور الآن في أشياء تشبه تلك التي دارت قبل أن يحدث 5 أكتوبر هذا. يعني هناك مشاكل جمة كان الشعب الجزائري يتخبط فيها في ذلك الوقت، وأن هنالك مؤامرة في ذلك الوقت للقضاء على جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي حرر البلاد. وقد شارك فيه المسؤولون في ذلك الوقت، يعني السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، فأحدثت نوعا من كيف السلطة الحاكمة أنا ذاك يعني تتكلم على الشادلي ولا على المحيط ولا على لا على نعني الشادلي بالضبط، ولكن هو ربما يتحمل هو المسؤولية لأنه هو رئيس الجمهورية. كل الأمور اللي تحدث في أي بلد من تعني المسؤولين أنا ذاك من تعني هذا شادلي وطاقمه في ذلك الوقت مولود حمروش يعني مثلا ولا كيفاش؟
والله لا أذكر إذا كان هو الذي كان رئيس الحكومة في ذلك الوقت أو مربح، لا أذكره جدا، لا أذكر جدا. لا ما كانوا تقريبا لا لا في المحيط يعني من عند الرئاسة صح، هما في يعني أحدثوا ما يشبه نوعا من انقلاب في الحزب. كنت أذكر أن الرئيس شادلي بن جديد رحمه الله كان يقول لا خوف على جبهة التحرير، فإن هنالك أحزاب ستنشأ، حساسيات يسميها حساسيات ستنشأ، وهذه الحساسيات تشرف عليها جبهة التحرير الوطني. أنا كنت أضحك وأعرف أن جبهة التحرير انتهت في ذلك الوقت وأصبحت في خبر كذا، ثم أنها أعيد إنشاؤها من جديد بعد وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم. إذن في ذلك الوقت حدث ما أنتم تعرفونه من الفساد يعني والدمار. الرئيس بوتفليقة أحيا جبهة التحرير مجددا، أحياها طبعا، وكان رئيس شرفين للحزب على ما أقول، ورئيس فعلي الآن مش شرف. أيوة صح، بعث فيها نوعا من النشاط ونوعا من الحيوية وروح جديدة. صح، الآن جبهة التحرير وأنتم تعرفون أنها جاءت في السلطة، وما لا أريد أن أناقش هذا الموضوع كيف جاءت ولماذا جاءت وهي نتائج الأخيرة. المهم أن 5 أكتوبر الذي نتج عنه فساد كبير وخسارة في الأرواح لم تأتي جزافا هكذا، يعني لها أسبابها والأسباب كثيرة، والآن يجب أن نعترف بهذا ويجب أن يقبل المسؤول هذا الكلام. الآن هناك أخطاء كذلك فادحة ترتكب الآن في حق الشعب وفي حق المواطنين. هذه سكوت الحكومة عن هذه الخروقات، وربما سنذكر بعضها في بعد قليل، سيؤدي بالجزائر إلى دوامة عنف جديدة، وهذا أقوله بصراحة. كيف بصراحة؟ ما فهمتش. أفهمك. مثلا نحن في منطقة القبائل يجب أن ننطلق من هنا، لأن المشكلة في المنطقة القبائل سابقا كانت الأمور جيدة. كيف جيدة؟ كنا كتلة واحدة وطنيون وراء الحزب الحاكم، جاء جبهة التحرير في ذلك الوقت جبهة التحرير، حتى إذا جاء واحد نحن مع الوطن مع الوطن. الآن بعد ظهور هذه التي يسمونها الدابوقراطية أو الديمقراطية، اسمح لي هذا التعبير، هي ما يش ديمقراطية، الدابوقراطية، لأنهم كل واحد جاي يركب على الدب هذا ويصنع ما يشاء. الآن يقول لك واحد الاختيار الشعب، يعني كيف ما نعم اختيار الشعب، يعني كيف ما كاش كيف اختيار الشعب؟ لا ولكن هذا الاختيار هذا مهد له، مهد له طبعا. أنت كحاكم لا يجب أن تضعف، إذا ضعفت أكلت. فهمني، قلت لي نرجع للموضوع تاع منطقة القبائل، خلينا في موضوع أحدثك في منطقة صح. قلت لك قبل قليل كنا كتلة واحدة ونعمل لصالح الوطن، والآن بعد هذه الذي يسمونها هذه العروس المدللة التي جاءت بعد 5 أكتوبر أو انطلاقا من 5 أكتوبر، هذا هذه اللي يسمونها الديمقراطية، وأنا أعتبرها الديمقراطية ليس ديمقراطية، ما عليناش طبعا. بعد هذا ظهور هذه كيف يسمونها هذه الديمقراطية، كلنا ركب رأسه، ظهرت أحزاب أو حزيبات هكذا، مش عارفة في المنطقة تتكلم يعني على سيدي ولا فاس في الجزائر بصفة عامة، ولكن في منطقة احنا عندنا حزباني اثناني لا ثالث لهما، لا سيدي ولا فاس، سيدي ولا فاس، وانت تعاديهم يعني على في صراع تاريخي مع هذا الحزبين، خصوصا مع الأفباء مسوا ربما مصالحك. نعم ربما مسوا مصالحك، يقول لك قائل لا مصالحي انا اذا مسوا مصالح الوطن. انت سميره يعني وحدك تما في المنطقه، انت المعلم، انت هم ربما مسوا هذا المصالح. هم يسمونني سلطان الحرب، هذا الافافاس يسمونني سلطان الحرب. صراعي معهم تاريخي، حتى مع الرئيس رئيس الحزب نتاعهم سيد حسين حمد، الرجل التاريخي هذا الذي سنتحدث ربما بعد قليل. ايوه كنت في صراع تاريخي معهم وما زال. والمشاكل التي أعاني منها الآن في بلدي التزمات بصفتي أنا رئيس البلد الآن، وراءها هذا الحزب، وراء هذا الحزب، هذا الحزب الذي يعادي السلطة ويعادي المصلحة الوطنية، وإن كانوا يحاولوا قدر استطاعتهم أو فوق استطاعتهم. يعني يعادي السلطة، نفتح لك قوس، يقول لك قائل، وأنا هنا ربما نتكلم بصفة الغايب اللي ما مش غايبين، اللي غايبين، يعادي السلطة، هذا من حقه، ما يعاديش بلاده، هو يعادي السلطة من حقه، ما عندوش مشكل انه يعادي السلطه، من عاديه من حقه. انت رئيس بلديه، نقدر انا يا منتخب من حزب ما نكونش معك عادي، معليش معليش ماشي عيب،
اسمح لي، لكن ما يعنيش اني مانيش مع بلادي. اسمح لي. من حقهم ان يعادوا السلطه ولكن في حدود المصلحه الوطنيه. وين تجاوزوا في المصلحه؟ درك نصيدك. ولكن ان تعادي السلطه في غير المصلحه الوطنيه انت لا تصلحوا لشيء. هم عنصريون لا في فيصل ولا سيدي. الاثنين عنصريون. كيف؟ هم يقولون هم يريدون ان يذهبوا الى الانفصال، وان كان فرحات مهني اظهر ذلك على سيدي. لا سيدي ولا في فاصل لا كانش الانفصال. اتجاهتهم هذه. كيف اتجاهتهم؟ اتجاهاتهم هذه. كيف انا جاز معايا سي العباس وجاز معايا سي تاع لفافاس الامين الوطني تاعهم، ما قالك مالاش مع الانفصال. شوف يا اخي خاصنا نكون واضح. اسمح لي. شوف جاز معايا في نفس الحصه. لا لا يعني رقم واحد رقم واحد. اسمح لي اذكر لك، اسمح لي اذكر لك شيء. انا اذكر وانتم تذكرون ايضا ربما لانكم تعملون في الميدان، ان السيد حسين ايت احمد هذا الرجل التاريخي اعيده تاريخي لا أنكر هذا أبدا، قد كان يطلب من الأمريكان والقوى العظمى أن تسلط عقوبة مثل تلك التي سلطت على العراق. هذا الرجل الذي يطلب من القوى الكبرى أو القوى العظمى لكي تسلط ما سلطته على العراق لا يمكن أن أسميه وطنيا. هذه فيها وعليها يعني راجل تاريخ ويتكلم عليه. لا هذا التصريح هذا لا يعجب الكثيرين من الناس في منطقة القبائل. دعني الآن أمر إلى شيء آخر. دعنا من الإرسيدي أيضا، خلينا من أيد أحمد رجل تاريخي. نقول هذا الرجل ماضي ماضي هذا الرجل الذي يكون خطرا على المجتمع، عفوا على الجزائر. شكون من هذا الذي يسمونه فرحات مني؟ يجب أن أقول كلمة صريحة في هذا الموضوع. تفضل. ربما شكرا شكرا. هذا أراه أخطر من هذا الذي كنا نتحدث عليه قبل قليل، صديقنا كيف نسميه مدني مزرعي. هذا أخطر منهم. فرحات مهني أخطر من مزرعي. لماذا؟ لأن فرحات مهني يكون يمثل بحسب طبعه أو بحسب نظرته منطقة القبائل. وأنا قلت في كلام سابق وفي كتاب سابق نشر في سنة 2003 مش 2003 بعنوان هل هي سياسة إبليس أم ديمقراطية الرئيس، قلت أن شرارة تخريب أو تمزيق الجزائر ممكن أن تنطلق من منطقة القبائل. لماذا؟ ما زالت قائمة ولا نقصت؟ قائمة أكثر الآن. أكثر الآن. كيف؟ كيف؟ هذا الرجل هذا طبعا كان مغني، وهذا مش غريب، لان في امريكا عندنا واحد رئيس الجمهوريه كان ممثل في السينما. ريغن على ما ريغن. هذا مش غريب. ولكن هذا درك راه ينمي اساليب العنصريه في منطقه القبائل ضد العربيه ومن ينتمي الى العربيه. وهذه ستكون لها عواقب وخيمه على المنطقه. في 2003 كنا نلاحظ محو اللغه العربيه في بعض الاشارات المرور مش عارف في بعضها في المنطقه التي يسكن يقتل فيها هذا الانسان هذا. والان عمت، والان يرفعون هذا العالم الذي يسمونه عالم الامازيغيين. هو ليس بعالم الامازيغيين، هو عالم فرحه مهني وجماعته، لان العالم الوطني هو عالمنا نحن، اباؤنا واجدادنا والشهداء العظام الذين ذهبوا ضحيه او بما فيهم شهداء المنطقه. يعني شهداء المنطقه بالخصوص. بالخصوص ايوه. نحن ومنطقه القبائل معروفه انها عندها العديد يعني من الشهداء، ولكن جاء هذا ليخالف هذه القاعده. الان يرفع علمه في 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 في, في الامم المتحده ويلقي كلمه على ما اعتقد راح يحب يهز الاعلام في يرفع الاعلام في, 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 في الامم المتحده. رفعه في كندا. والآن في منطقة القبائل وانت تمر ترى ذلك بعيني رأسك على أعلام من هذا الصنف الذي تحدثت عنه قبل قليل مرفوعة في بيوت المواطنين أمام الدولة أمام الجامعة من الدارك والشرطة والدولة كل سبحان الله العظيم سيدي. ويلقون محاضرة الانفصال، مش الانفصال، الاستقلال، استقلال منطقة القبائل. أنا حضرت هذه المحاضرة في الجامعات، في الجامعات، في جامعة عبد الرحمن ميدا هذه التي تحمل اسم والدي رحمه الله. حضرت هناك محاضرة للاستقلال. يا لطيف سبحان الله. يا لطيف. مؤخرا رفعوا علمهم في جامعة عبد الرحمن ميدا في الساحة. ولا والدولة ما تحركتش؟ لا ترك لها الشرطة؟ لا ما يتحركوش. ربما لازم قرار اعتبره تواطؤا. اسمح لي
في المدة في الشهور الأخيرة هذه الدرك الوطني خبروا بلدية والله لا أذكر الأسم تاعها مش بعيدة على أبو خليفة هذه مش عارف بجاية أن جماعة فرحات مهني قادمين إليهم وينزلون العالم الوطني ليرفعوا علمهم في مكانه. أيوة. أخبروا المنتخبين فخرج المنتخبون ينتظروا لهم جو ما نزلوش العالم الوطني ولكنهم أقاموا علمهم بعيدا. فشهر الماضي جاي وأنا قادم من تازمالت إلى الجزائر شفت سيارة مرقمة 06 يعني من بجاية خارجين من النافذة هذا العالم الذي سيجلب لنا مشاكل كبيرة في الوطن. وسرعت شوية باش نعرف شكون يعني لقيتهم شباب من حوالي 20-30 سنة ولا كيف يمروا به قدام الدرك قدام الشرطة ولا واحد يتكلم معهم كأن الناس يعني يقول لهم ديروا واش تحبوا كيف ما نقولش انت هذا الانشغال انت انا عارف عندك يعني علاقات واسعة عندك نقلت هذه على مستوى ما نقلت هذه الانشغالات الى المسؤولين الكبار في الامن. دعني اشرح لك اشرح لي وش يخص لي شويه أيوة. باش نفهم مسؤولين كبار في الامن من يعني أيوة. اولا هذا فرحه مهني الذي قلت لكم انه يشكل خطرا على الجزائر لا على منطقه القبائل على الجزائر لخط اذا كان انطلقت هناك حرب في منطقه القبائل انا ساكون الاول من الذين يخرجون ضد هذا الانسان هذا لان والدي ومن معه شهداء مشداء المنطقه شهدوا من اجل ان نتحرر من الاستعمار ونتفسح في الجزائر من شرقها الى غربها من جنوبها الى شمالها. والآن هم يريدون أن نقدم جواز سفرنا في جيجل شرقا وسطيف شمال شرق عفوا جنوب شرق ومسيلة وبومرداس والبحر من هناك وكفى. أنا تحدثت مع وزير ماليتهم أيوة. في باريس قبل ما نوصل وزير المالية أنا قل لي ما طرحتش انت هذا الانشغال على مسؤولين لا بعد ما تلاقيت هذوك نحكي لك بعد ما تلاقيت هذا طرحت الانشغال لأن هذه الأمور هذه جاءت فيما بعد أيوة تفضل مالا أيوة التقيت وزير هم طلبوا مني أن ألتقي معهم فالبيت الطلب ولكنني قلت لهم لا أدلي لكم بتصريح تلفزيوني ولا صحفي. التقينا في مقهى في دائرة 19 في باريس لقيته يعني في فرنسا مع هذا الوزير هذا من غير ان اذكر اسمه حتى لا اجلب له مشاكل. لا هو مش وزير مش وزير هو وزير عند روحه باش نوضحه وزير الماليه لحكومه او لدوله هذا الدوله. لا هذا وزير في راسه وزير في راسه يعني باش نوضحه لا مش وزير دوله في راسه انا اراها دوله وهميه صح يعني هذا المغني ما مدايره هذا. قلت له انت امازيغي مثل انا امازيغي يا اخي اشرح لي الفكرة نتاعكم هذه إذا كانت ملائمة ربما أنضم إليكم. فبدأ يروي علي بعض السخافات. قلت له مثلا كيف تعيشون في منطقة القبائل ومنطقة فقيرة جبلية وكذا. قال لي أنت لا تعلم شيئا. قلت له كيف هذا؟ قال أن في منطقة القبائل خيوط من الضغط العالي كهربائية مرة في أجواء المنطقة وهناك أيضا أنابيب النفط التي تمر أيضا في منطقة القبائل. هذه الشركة شركة صنع الغاز ستدفع لنا حقوق المرور درواد باساج ولا كيف اسمها. فقلت له هذا لا يكفي. قال لي تقريبا يريد أن يقول لي أنت مغفل. قال لي أن هنالك شيء أهم من هذا أنت لا تعرفه وأنا أخبرك به. قلت له تفضل. قال لي هنالك مادة حيوية جدا وهي الماء. يجب أن تعلم أن الماء ينزل في منطقة القبائل بنسبة 94% و6% الباقية موزعة على القطر الجزائري بكامله وعليه نحن نتفاوض مع النظام نطلب منه البترول ونعطيه الماء. فقلت له هذه سخافات. قلت له إن الماء مادة حيوية وجعلنا من الماء كل شيء مش من ممكن أبدا تمنع الناس منه فرضا أن النظام الحاكم يرفض. قلت لا ماذا تفعل؟ نذهب إلى الحرب. أنتم تعلمون ماذا سينتج عنها من الحرب هذه. قلت له هل أنت يعني حاط في بالك أن الناس هذو اللي راهم وراكم يعني يدافعوا عنكم؟ يعني في معرض الكلام. قلت له من أين تأتون بهذه الفلوس؟ يعني التمويل. قال لي أنا وزير المالية تحدثت مع فرحات مهني وقلت له أنا يجب أن تحاسبني بالشيكات بالصك صك يعني قال وهو يأتيني ب
أكياس من المال ويضعه أمامي. قلت له أنا لا أستطيع. شكارة يعني. شكارة. ويقول خلي وأقولت له أنا لا أستطيع أن أعمل أمامكم في هذه بهذه الطريقة. قد سأستقيل وحقيقة استقال فيما بعد. خليني نكمل القصة بعد جزء في الجزء الثاني سي إسماعيل. أعزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حصة بوضوح. لا تذهبوا بعيدا انتظرونا في الجزء الثاني. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حصة بوضوح، دائما مع ضيفي السيد إسماعيل ميرا. أهلا وسهلا بك سي إسماعيل مجددا. شكرا. نتكلموا على 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 الشكارة واللي جيبها سي فرحات مهني، وقلت لي أنه قال لك وزير تحم هذا الشخص، تحم هذا اللي منصب نفسه وزير المالية بأنه مهني يجيب الأموال بالشكارة وما كملناش الحديث. يأتي له بالشكارة أو بالأكياس العربية الفصحى، أيوة. يضعها له أمامه وقال لي هذا الوزير، الوزير في حكومته الوالية، يقول لي، قلت له أنا لا أستطيع أن أعمل بهذه الطريقة، يجب أن تأتي لي بشيكات لكي يكون حسابي دقيقا. ثم قلت له من أين تأتون بالفلوس لحزبكم هذا وأنتم أصدرتم بطاقة التعريف الوطنية للقبائل، لبلاد القبائل، بقي أنكم علمت أنكم تريدون أن تصدروا جواز سفر أيضا، وهذا غير ممكن. وإن كان هنالك دول من الخلف، دول من الخلف يدفعونهم إلى خلق هذه المشاكل لنسقط دول فيها يعني من الدول تقصد؟ نعم. دول من هذه الدول اللي تمد، منين يجيب هذه الفلوس يعني؟ دعني اقول لك من اين تاتون بالدول، ربما ستفعل من وراء هذا الكلام ستفهمون هذه الدول. ما تفضل. شوف، قلت له من اين تاتون بهذه الفلوس بهذه المال؟ قال لي من فرنسا اولا. فرنسا. ايه. ثم من تل ابيب. تل ابيب في 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 عند اليهود هذو، وفي الجزائر، ومن الجزائر. وقلت له كيف من الجزائر؟ قال لي طبعا انا والله ما نكذب عليك، نقول لك بالدرجه، هو يقول لي هكذا، والله ما نكذب عليك، قال لك نتلاقاو في تروكاديرو مع فلان، ولي ما ذكرش الاسم نتاعو، حتى انه هو ذكر الاسم تاع فلان هذا؟ ذكره لي. تقدر تذكره لي؟ نعم. تقدر تذكر لي هذا فلان؟ لا اذكره لك لان الوقت لا يسمح بذلك. شوف، قلت له هذا لا اعتقد ان هذا الكلام صحيح. قال لي من أرغبني أن أقول لك هذا الكلام؟ قال لي أقسم بالله إلا هو يأتينا بالشكاير، يقول له اذهبوا إلى الاستقلال أو إلى الانفصال، نحن وراءكم. وهذا الكلام الذي قلته لك يعني الأسم لا أذكرها، ربما هو يسمع لي، يعرف شكون. اسمع لي مليح. جئت والتقيت بمسؤولين كبار في الأمن ورويت عليهم أو لهم هذه الأمور التي تكلمت عنها قبل قليل. قالوا لي والله ما فيها حاجة يا إسماعيل، هؤلاء أو هذا الرجل هذا همه الوحيد أن يجمع المال. مسؤولين كبار من تقصد؟ نعم. من تقصد مسؤولين كبار في الأمن التقيت؟ من غير أن أذكر أسمهم كذلك، كنت تعرف من؟ فريق توفيق للسابق يعني؟ لا الممثلين تاع توفيق. توفيق أنا أعرفه، رجل طيب، لا مش قصب هذا كما تقول، أنا أقول لك هذا رايق قصب ولا حاجة، هذا رجل طيب ما نعرفش أنه شائنة. ولكن مش هو، لأنه عنده الممثلين تاعو ومسؤولون سامون. قلت لهم هذا الكلام، قالوا لي مهمه أنه يريد أن يجمع هذه الأموال. قلت له شوف، هنالك مثل عربي يقول كل ذي شأن كبير كان من قبل صغير. قلت هذا مثل سرطان. إذا كان أنتم قمتوا بهذا الإنسان هذا الآن نعيش في أمان، إذا ضربت النحكي ما يقولوا بالدارجة هذه رايح خرب كبير في الجزائر. خلينا هكذا، بعد ما خرج من عندهم شايف الآن أمور تتطور يعني ماشية، يمحي والعربية في كل مكان في كل مكان، وأنهم يقولوا كلام مش ملح، لا العربية والممثلين العربية والنازلين من العربية ذوك منطقة القبائل هم يسمعونني الآن. خطر الناس قالوا له بابا يكرهوك، ما يحبوا يكرهوا ما يهمليش في جدهم. أنا نقول الحقيقة أو الحق يقال، نحن وطنيون جزائريون عندنا شهداء أكثر من الولايات الأخرى. أي ما فيش شك يعني، صح ما كانش فيها يعني. إذن هذا الشهداء هذول ما استشهدوا رحمهم الله
كما سبق أن قلت اشتهدوا أن نتفسح في هذه البلاد وأن نستفيد من خيرتها في شمالي والجنوبي وفي كل الجهات جهات الوطن. ولكن الآن الأمور تتفاقم، المسؤولون الآن وأنا أطلب لهم منهم هذا وهم يسمعونني يجب أن يفعلوا شيئا ما، يجب أن يوقفوا هذا الرجل أو أن يلقوا له حلا. لماذا؟ لأن لمن وصلوا للحل والمسؤولين شحال يمد شحال يتقاضوا هذو اللي منصبهم في هذه المناصب. ذكرتني في شيء نسيته شكرا. قلت له لهذا الوزير كم تدفعون راتب شهرين للوزير؟ قال لي 5000 أورو تقريبا، يعني 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 تقريبا كي تعود على 10 هي تقريبا أونوار، يعني نقولوا 70 75 مليون سنتيم يعني بالدينار الجزائري ممكن، ولكن هو ذكر لي هذا قال تقريبا 5. قلت له وانا اسمح لي يا خير على الوزاره تاعنا خير الوزاره تاعنا اسمحوا لي باش نتكلم بالدرجه هنا باش يفهموا لي المواطنين باش ما يفهمونيش غلط. ايوا تفضل. ومن باب الاستهزاء والتهكم قلت له هذا الكلام، قلت له شحال تخلصوا الوزاره نتاعكم؟ قال لي 5000 اورو اورو. قلت له ممكن تاخذني معكم وزير؟ قال لي طبعا. قال لي وزير الفلاحه؟ قلت له لا وزير الدفاع، انا بصفتي راني نقاوم الارهابيين نزيد نقاوم الاخرين. وزير الدفاع. قال لي علاه؟ قلت له وزير الدفاع وعينوني الحدود. منين تتحدد البلاد نتاعكم ما نخلي عربي واحد يدخل البلاد قبيل. هذه باش يسمعنا مانيش يعني أن يقولها يعني من عبيد يعني راك من باب الاستهزاء ما نخلي عربي واحد يدخل. ولما نقول كذا عارف بلي راهي العنصريه راهم ينموا فيها الان في منطقه ضد العرب والعربيه، واحنا اخوتون. شوف الامريكان عندهم دوله مكونه من كل الاعراق، سود بيض صفر حمر، والدوله متقدمه جدا للغايه، ونحن عندنا ثلاثه ولا اربعه عناصر مش عارف. وهنا في الجزائر يكذب عليك ليقول لك يعني انا عربي، ولا يجي واحد يقول لك انا برباري او امازيغ يكذب. طيب كلنا جزائريون، ما فيش مسبار تعرف هذا عربي ولا كاين. القبائل يتكلموا العربيه مثل ما تشوفني انا خير من عربي، وكاين عرب كاين عرب ما يعرفوش قبائلي ما يعرفوش عفوا العربيه. في لماذا ديما الارسيدي ولا فاس يفوزوا في مقاعد الانتخابات في المنطقه؟ والله لا يجب ان اقول هذه، واعلم انني ساغضب السلطه، ولكن لا يجب ان اقول، اقسم بالله الا انها هذه مطالب وهميه. كيف 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 شنو قلت لي؟ اقسم بالله لا انت اقسمت بالله يعني انا ما فهمت. نعم قلت لي اقسم بالله. ايه نقول كلمة في الواقع انا ما واش قلت لي؟ اقسم بالله واش هي؟ باش نقول في الموضوع هذا كلمة صادقة وما كاينش تمسخير فيها. هما كيفاش حصلوا على المقاعد هذه؟ صح دروك سياسة الدولة لازم تولي توري للعالم كله ان الانتخابات في منطقة القبائل جرت عادية، وأن الحزب المعارض قد تحصل على عدد من المقاعد هناك، والحق ليس ذلك. لماذا؟ طب مثلا نتكلم على بجاية، لأن أنا من بجاية ما نتكلمش على تيزي وزو ولا جهات أخرى. أنا نعرف أمور كثيرة ما نقولهاش هنا، كاين أمور نقولها كاين أمور نقولهاش. قولها هذه حس بوضوح. مهلا شوف قبل الانتخابات بأيام وشيعة في المدينة بعض من الأفافس هذو يتكلموا بلي عندنا نحصلوا على 7 مقاعد في برلمان. فعلا تحصلوا على 7 مش مسألة صدفة لأنها محسوب لها. كيفاش؟ نقول لك مثلا النائب اللي خرج من الأفافس اللي خرج في الأخر في في, في 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 برج بوعرانيج وبويرة، هذا اللي في البرج اعترف بالهزيمة وبكى في الاجتماع، بكى انهزم بالخف، أوتي به وذهب به إلى البرلمان. وكذلك ممثل البويرة نفس الشيء، وهو الآن وقيل مسؤول على الكتلة ولا أدري ما. هؤلاء يعترفون بالهزيمة ثم نجدهم في البرلمان الوطني، في البرلمان في المجلس الشعبي الوطني. وهذه الآن لو تسقسيوا مثلا المسؤول هذا كنتاهم كيف الأففس الآن في النشط هذا مش عارف وقف هكذا كيف يسموه مش عارف. تتكلم على كريم طابو انت؟ هذا راه دار تصريح في المنشق يعني المنشق دار تصريح وذكر بعض الخفايا وهذه صحيحه. هذه الامور لا يجب ان تكرر لانها مهزله للشعب هذا مش غافل.
انت ما تقصدش النبوت، تقصد طابو، تقصد طابو يعني اللي ينشق. لا خصني هذاك، هذاك شغله نشق عنده اسبابه. هذاك علم تتحدث على نبو وعلى الامين الوطني الحالي ولا على طابو؟ لا الكلمه عن الامين في ذاك الوقت، في ذاك الوقت طابو، كريم طابو، كريم طابو هو اللي غضب وكشف هذه المشافه. سمعتوا له؟ اذا كانت له تصريح، اذا يقولون وشهد شاهد من اهلها، اذا المساله اللي نقولها صحيحه. هذه مهزله لا يجب ان تتكرر، لان الشعب الان فاهم، فاهم الان فاهم. يعني حبيت تقول لي السلطه تمد لهم المقاعد؟ ف قد يكون هذا. كيف قد يقول انت تحلف لي باليمين؟ اسمح لي، ذكرت لك الان ان ممثل الافافس في 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 البرج اعترف بالهزيمه وبكيا، او بكى تاع البرج هيك. طيب. واني شفت الملف، شفت الملف انا جابوه لي ورحت لتما، عندي علاقه طيبه مع الناس المسؤولين تما. الور باك باش تمشي الجزائر بخير لازم نلقاو الحل، لان الانسان اللي يهدد الوحده الوطنيه يجب ان يوقف ويوضع عند حده. لا خوف بالامريكان ولا في فرنسا ولا انجلترا ولا مش عارف كيف والدول العظمى هذه. المصلحه الوطنيه اولى. مازالت القضيه تاعك مع سعيد سعدي ماشيه؟ ماشيه. وانت حسب ما قالوا لي تراجعت، انه قلت ما قلتش انه حركي وما قلتش انه ما تراجعتش. استنى زيت الضرب وقالوا لي انا لا اتراجع ابدا. انا ماشي كان عندي واحد الوقت 3-5 ما عندهاش مرشارير، مشيت بها واحد عامين بلا مرشارير. انا ما نرجعش مرشارير والله، كما يقول لك كنت نروح بها للصحراء بدون مرشارير. شفت لك تصريحات ربما مع زميلنا في يوميه الحوار، شفتك انه قلت ما قلتش حركي وما قلتش. لا ما قلتش حركي، هذا صحيح. لازم نوضح على الولد تاع سعيد. تكلمت في الشروق وسألني زميلكم يعقوبي وأجبت عليه الأسئلة واستظهرت وثيقة، وتقول هذه الوثيقة، لست أنا الذي يقول، تقول هذه الوثيقة أن والد سعيد سعدي يعمل مع المصالح السرية الفرنسية، بناء على وثيقة وجدت في جيب بعض المجاهدين الذين استشهدوا في ذلك الوقت. هو قال لك الوثيقه مزوره انه اسمح لي باش نروحوا للمواضيع مؤخرا. رحنا للعداله يعني والله لا غلط، لو كان سكت خير باش ما تدورش يعني خلاص. رحنا للعداله. كيف تقول له الوالد تاعك يعني؟ اسمح لي نروح نفهم تقول لي غلط واش؟ امهلني امهلني بعض الوقت. شوف انا قلت، قال لي القاضي وانا واقف امام القاضي المحترم وبجانبي الايمن السيد سعيد سعدي واختيه واخرين، قلت له انه حرك القريه ضدي كاع القريه تاعو. انا ما حبيتش نتكلم مع القريه، ما عنديش مشكل على القريه. شي اللي قلت انا في التلفزيون، قلت ان السيد هذا الوثيقه اللي تقول بلي خدم معه سي سعيد سعدي سكت مده ثم تكلم. راح خرج لي كرطه كما يقولوا بالعربيه الدرجه هذه، وراح درى عليها الورقه هذيك، جرى عليها كيف اسمها تحقيق خبره في باريس، يقولوا انه جرى في خدمه صح. وبين دخل الوثيقه هذه مخدومه بالاورديناتور في 59 59 ما كانش الاورديناتور تاك مزوره. يقول لي القاضي يا سيميرا انت متابع بتهمه القذف، هل انت عارف او عالم؟ قلت نعم. قال لي سي سعيد سعدي يقول ان الوثيقه هذه كذا كما كنت نحكي لك. قلت له يا سيدي القاضي المحترم هو يقول هذا ولست انا. انا اطلب منك تاجيل هذه القضيه الى الاسبوع القادم، اتيك بالوثيقه فاجري عليها تحقيقا في امريكا ان شئت، ستجدها صحيحه. انت متاكد من صحيح الوثيقه؟ قال لي ماذا قلت اذن؟ قلت انا لم اقل ان والد سعدي حركي، قلت ان والد سعدي يعمل مع المصالح الفرنسيه بناء على الوثيقه التي امتلكتها، سلمت لي من ضابطين ساميين مخضرمين في جيش التحرير. او كيفاش يعني مجاهد يعني حبيت تقول حركي يعني واش معناتها لما تقول يعمل مع فرنسا؟ سلم الوالد تاعو يعني لما تقول له يعمل مع فرنسا يتعامل مع فرنسا، واش الترجمه تاعها يعني واش معناتها حركي؟ ما معناتها حركي يا رفيق اخي الحركي يحمل السلاح، يعني يقول لك انا ما اسمح لي الحركي يحمل السلاح ويقتل به، بينما الاخر لا يحمل سلاح، يحمل فمه، يملك فمه وقليل. هذا يعني قليل ولا كبير؟ هذا هو الواقع. انا ما قلتش حد يقولها القاضي كما يحب،
بالك يعني اخطات في حق والد سعيد سعدي وتعتذر لا ماشي انا قلت هذا اذا كان انا قلت هذا كنت اخطات قالت والوثيقه والوثيقه يقول انها مزوره ليه تكون مزوره انا عندي ليست مزوره عندي الوثيقه الان هذا كيفاه ماكش خايف انا لماذا باش نخاف انا نخاف من ربي انا سيدي يجيك على طريقتي ما نخافش نخاف من ربي انا اخاف من الله سبحانه وتعالى ولا خوف لي من احد فهمت كيفاه قول الحق فضيله إذا أنا خليت الأمور تمشي عادية في المحكمة في حسن في حسن داي أجلت عدة مرات ثم فصل فيها وحكم علي أن أدفع 20,000 زوج ملايين سنتيم بينما طلبوا هما من المحكمة 500 مليون سنتيم الواحد يعني قدمت بني بشار فيلا في خمسة شخصية عمومية يعني أنت سميرة 500 مليون يعني شخصية عمومية أنا ما عنديش مشكل مع سعيد سعدي تحت الاخ تاعك الشقيق تاعك كان معاهم يعني ربما الحديث هذا اللي حبيت نقول لك بانه يعني ما تفهمش معاه يعني يقولوا جماعه نار سيدي ما تفهمش مع اخوك فقط انت زعفته ورجعت باباه محركي ورجعت شقيقي هذا كان في الافافس اولا وكنت نصحته ان يبتعد عن هذا الحزب هذا التقيت هو الذي اخذني الى حسين ايت احمد في باريس والتقيت به في تروك عفوا في 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 سامي شان مش عارف في اوديون في واحد ارتباع اول مره نشوفه اول مره نشوفه انا قاعد بجنبه من هنا هكذا هو قاعد على جهتي اليمنى وجات القناه الثانيه الفرنسيه تجري مع حوار لاول مره نشوفه في حياتي كنت نعرفه تاريخيا يعني كنت نفتخر به في ذلك الوقت هذيك الصحفيه قلت لها مدام يفو با فوتوغرافيا فيك شي جون لا ما تصورنيش مع هذا الشاب انا راني مع الاخرين نتاع الهيك راني مع النضال انا لما خرج في العشيه هذاك الاسمو شفت يدي برك قطعت خلت يدي برك مع سيدنا لما خرجت من ثم قلت لاخي هذا روح لجهه اخرى هذا الحزب هذا لا ينفعك لماذا هذا قلت اتى بك لانك ابن فلاني سينو ما يجيبوكش هنا واخي هذا كان ماخوذا بهذا الرجل التاريخي يقول لي هذا الرجل هو المثالي هو كذا هو كذا خلينا ما يتحمل لك الحديث فصرت في الارسيدي في الارسيدي وانت زعفت ثم انتقل طاقيت يعني سعيد سعدي ثم انتقل الى الارسيدي اللي حصل في الارسيدي انا ما عنديش مشكل مع سعيد سعدي هو خيلي عنده مع مشكل دخلت روحي باش نسلك خويا امر نظامي بيناتهم يعني ليش دخل روحك تيا في امر كيما هذا يعني هذا اخي اخشك في العائله لكن في العفن النظام في العمل السياسي خليه يعوم بحره يعني اسمح لي لا يشركني معه والدي تاريخ والدي رحمه الله لو كان يعني اخي من امي كون ما يعينوش تقول له خويا لازم تعينو لو كان اخي لو ما يرشحوش تقول له خويا لازم يرشحو خاتي ماشي هذا تشبه لا تبعدني اخي انتظر انتظر اهدا باش نروح لمواضيع اخرى باش نروح لمواضيع اخرى اسمحني اسمحني هذا اخي هذا هو شريكي مع يعني اخي من ابي لو كان اخي من امي ما ندخلش في الموضوع هذا حقروه كذبوا عليه راحوا خزروا في الاخر في البواط هذيك السكرين تاعو راحوا شافوا المدير الامن هذا اللي راح ربما يسمع لي مدير الامن هذا مدير الامن اللي راح هذا تاع التونسي تقصد ولا لا لا مدير الامن العسكري جبار مهنا لا لا اكثر منه خلي بالك مدير يعني تقصد مدير المخابرات فرقتو فيه راح لثما راح لثما قال لهم ولد مينا هذا يخدم مع فرنسا لقوا رساله ثم تتحدث عن أن الجزائر اشترت طائرات أو غواصات لا أدري بأذكر إضط وهذه كانت أمور يعني واضحة كانت تخرج في الجرائد وتخرج في, 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 في كل مكان ثم أن مدير عارف القضية قال له روح بعد نشوفه سعيد سعدي اللي يخبر الفريق توفيق لا ابن العقيد عميروش نور الدين أيت حمودة هو على ديك تتزعف منه هو يطلبني يشوفه هذا ولد عميروش هذا يطلب مني يشوفه لازم ودي قال لي الدكتور يقول لك لازم تلاقاو يعني الدكتور سعيد سعدي شهر او شهرين ما شفتوش لكن لما الح عليا قلت له صح نتلاقاو وين قال لي في كليب ديب او يسكن ثم في كليب ديب عندهم ياكل منهم ويكريتيكهم هما يتحمودا ياكل عندهم ويكريتيكهم يعني كل واحد ياكل من البرداعه نتاعو ولا كيف اسمه تلاقينا ثم في اول يوم من رمضان قال لي تشرب قهوه قلت له انا صائم قال لي انتم رمضان هذا انتم اللي وصلتوه 30 يوم كان 3 ايام برك هذا السعيد سعدي لا اي تحمد ابن عقيد عميرو شيخ قلت له قال لي يمكن على بالك علاش حبيت نشوفك
قلت له لا، قلت له ربما على الموضوع اللي كتبوه اخي في الوطن يتكلم على باباك انه قتل مجموعه كبيره من 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 الناس في كفدو. قال ايش مش هذيك؟ قال لي، قلت له واش المال؟ قلت له هذيك اللي كتب عليها طريق، هو ما كذبش، عنده وثائق، عنده كلش، واخي هذا قفز بزاف في التاريخ وفي السياسه ايضا. قلت له هذا اللي حصل حصل الان خلاص. قال لي بابا ما قتلش. وهذا سير تاريخي يعني ربما. إيه قلت له عدد كذا. فيه جدال وفيه. ما فيش الهضره في هذا الموضوع. ماذا بك تنهيونا المشكله هذا؟ عيب عليكم انت كذا انت. قال لي الناس شو هذا يعني ما. قال لي اتهمنا باللي خزرنا له. فتشنا له في البوطان. وهذه عقب عليه القانون بخمس سنوات سجن. ولكن بصفته نائب عبد الحسن ما يروحش للسجن. قال لي كذب علينا احنا ما شفنا له. وبعد نسى نسى نسيا. من ثم قال لي هاو سعيد سعدي وحسن محسن عباس ولا مش عارف واش محسن بن عباس لا امين قال لي خرجوا له كارطه لخوك. قلت له بلي خلي يروحوا العداله خلي يروحوا العداله. قال لي بصح حنا نبينوا هذيك بريا. قلت له راكم صح خزرتوا في الاخر بعد شفت بلي هاجموا عليه هما حاولوا يبعدوني عنه لان المسؤولين الكبار في الدوله سواء مدنيين او عسكريين انا اللي عندي قدره باش نشوفهم لانهم يعرفوني بلي. بينما اخي هذا في المعارضه لا ما عندوش وراح الفريق توفيق على جال هذه القضيه. نعم التقيت الفريق توفيق على جال هذه القضيه. لا ما التقيتوش لا ما التقيتوش ابدا. ولد عبيروش اللي التقاه هو اللي راح قال له وانا ما شفتوش انا. هو راح قال له هو قال لي هو قال لي اني شفت فلان هذا السيد هذا. قال لي شفتو قلت له ايه قلت له ها واش قال لك واش قال لك. قال ايه قلت له الامور هذه امور هذه باينه تكلم عليها الجرائد تكلم عليها التلفزيونات الجزائر ما شرتش حاجه بالتخبيه الطائرات ولا مش عارف من روسيا ولا مش عارف بلاد اخر. الور لما تبين لي انهم حبوا يغرقوه وما حبوا يبعدوني عنه وخليه وحده دخلت روحي في الموضوع هذا. يعني شتها بلي امر وطني وخطير سبحان الله دخلت خطر بهذا اخي من ابي هو اخي من امي والله ما دخل هذه مليحه هذه. خلي نروحوا انت شت الفريق توفيق ربما وتكلم لك على سعيد سعدي. لا كيف ما فهمتش السؤال. يعني الفريق توفيق عمرو لا تكلم لك على سعيد سعدي؟ ما يكلمنيش في الموضوع هذا. مش كالكش من سعيد سعدي مثلا؟ مش كالكش من سعيد سعدي؟ كيف يشكي هو مدير الامن يشكي لي هذا اللي يشكي له. مش كاليش نو مش كاليش عندك واحد الحكايه نحكيها باختصار بس بدون ما نوضحها. معليش معليش. واحد الوقت هذا اخي هذا تورط في القضيه هذه يعني بقى عيط له قلت له تغلق فمك واش دار واش يهمك انت في الموضوع. يظهر لي انه ان جهه ما من الامن او ربما بنديه لا ادري حكموا واحد من الارسيدي اخذوه في السياره حطوه في لمال دوها لواحد المكان عاقبوه ورجعوه في لمال رموه في طريق. تكلم سعيد سعدي في الموضوع هذا كثير واتهم الامن بلي هما اللي حبوا يقتلوه ولا حبوا يصفيوا العناصر نتاعو. وانا نستغرب منه كيفاش يعني يتهم مصالح الامن وهي اللي تعاونوا يعطيوه السياره مصفحه ويحموه يعطيوا له عساس عليه في المهرجانات الشعبيه. وبعد يدور عليه يقول لهم انتم تحبوا تقتلوني وانت تعرف اللي حبوا يقتلوه سهل خلاص كاين نحطوا له الافعى في الطوموبيل تتقرصوا يموت. هو سلام مثلا يعني. انا استغرب من هذا الانسان اللي شكالك من هذه الحادثه الفريق توفيق؟ لا لا بيشتكي لي دعني اقول دعني شكالك منها؟ نو دعني شكالك من سعيد سعدي؟ لا لا لا, لا ما قالش اسمح لي برك نفهمك في الموضوع. نروحوا باش ماكش حاب تتوسع خلينا نروحوا باش كيفاش الصراع بين رباب وبوشوارب وزير؟ نقول لك والله العظيم مش عارف انا كيف انا بوشوارب هذا نعرفه نعرفه ويعرفني. كاين واحد السير هكذاك ما نقولوش نصوتيه في الامر هذا نصوتيه ماشي على ربرابه يعني بيني وبين هذا الرجل هذا نصوتيه ما نهضرش عليه. شوف انا يظهر لي وان كان ما عنديش خبره في الاقتصاد هذا لاني عندي خبره في القتال هذا نتاع الارهابيين عندي خبره كبيره في الاقتصاد وهذا مهم جدا ما عنديش خبره ولكن لو يهدي ربي الناس هذا المسؤولين هذو يخلي الرجال كيما هذو يخدموا لانهم يخلصوا البلاد من الازمه يخدم شحال من واحد فهمت كيفاه؟ هم يقولوا مثلا راه ترافيكي ولا كيفاه؟ قالوا هكذا وقتها خرده جاب خرده مش بالقيمه تاعها قال لك جاب خرده للمصنع هذه دبر لو جيت انا مكانهم والله ما نهضرها للشعب نروح نتفاهم معاه سقم روحك اسيدي واش لانه ينفع الجزائر بزاف هذا الرجل هذا ينفع بزاف الجزائر. انت ما نفعكش والله نفعك انت شخصيا نفعك رباب والله عمرو ولا نفعك؟ منفعه شخصيه يعني نشوف فيك تدافع على رباب انت يا سي اسماعيل ميرا
عمرو ما عطى لي حاجه يا اخي. انا دفعت عليه كوطني برك. كيفاه هذا الانسان هذا يخلوه يخدم واستثمارات كبيره في جايه عنده يا سبحان بيان سور في كل مكان. الراجل هذا يشوفوه بلي حبي ولي دوله راه يشوفوه هكذا، ولكن لازم الانسان هذا ينظموه يعاونوه لانه خلص البلد خلص الجزائر. حتى الاحتكار يقولوا مش مليح، يعني محتكر الزيت محتكر السكر ما يديروا قانون يمنع هذا الاحتكار. الجزائر اسمح لي يديروا قانون يمنع هذا الاحتكار، ولكن قانون يسمح له يحتكر. قول لي كلمه على علي حداد، كيفاش تشوف على علي حداد المستثمر؟ هو ايضا هذا ايضا لا اعرفه، هذا اللي ما نعرفوش، ولكن هو يبدا يظهر لي الان ولا شخصيه كبيره اللي نشوف في الجرائد احيانا كرئيس الحكومه كوزير. ما انا ما نعرفوش شخصيا يعني ما نعرفوش. ربما نازفونه، ربما اذا كانت ذكرت الا هو ولا خوه اللي شتو نهار خطفوا له خوه الارهابيين طلبوا منه دراهم في أصفون. رحت انا للوتيل هذاك تاعهم هضرت مع واحد منهم مش عارف اذا هذا ولا خوه. كيف ما عنديش ثاني علاقه مع هذا، ولكنني نقول كلمه ما تعجبش الناس بلا معليش نقولها. انا راني نشوف انا نستغرب انا تجيب واحد تعاونوا طلعوا للقمه في رمش تعيد تضربوا على الارض تجيبوا في القاعه. فهمت كيف؟ لا هذه الامور هذه ماشي مليحه. ياك شوف ترك لوطوروت هذه دائما مش عارف اذا كان واحد ما ولا واحده اخرى والله ما عندها فيها وعليها، يعني كاين اللي يخدمها وكاين اللي يخدمها. والله ما عليه، يعني شوف درك اللي كل شيء جديد عاودوا اوتوريت جديده من جهه البويره هكذا فين خدموا لي ايطاليا ولا اخر مليحه. ميسيد هذا ما نعرفوش ما نقدرش نقول كلام عليه. التنصير انت تهجمت بزاف التنصير ما كاين اصبح باطل، يعني كنت تقول بانه ب 3000 اورو الان حسب ما فهمت كيف بالمجان التنصير يعني في منطقه القبائل. منطقه القبائل هذه خطير اختصار، يعني ما بقالش وقت. وحتى في الصحراء نعم ما بقالش وقت، يعني باختصار شديد حتى في الصحراء موجوده هذه على بالك. حتى في الصحراء عندو يعني التنصير يضرب عندهم. شوف انا عندهم كيفاش يسموه الكنائس نتاعهم، والمشكل ان قلت هذا في البرلمان ورئيس الحكومه يسمع والوزراء يسمعوا. انت تعطيه درهم يبني الدار يدير لها كنيسه، هذه انا ما فهمش هذه. ما يدخلوا ينحوها له ولا شيء، سبحان الله العظيم. انا نعطيك الدار درهم يعني تبذير الاموال العموميه، نعطيك درهم تبني الدار تسكن فيها انت والعائله نتاعك. أيوة. ديرها كنيسه وتسكن في جهه اخرى، اذا انا نحيها لك ولا تخلصها لك. يضرك كاين هذا في منطقه القبائل كاين. ومازال التنصير ب 3000 اورو ولا اصبح بالمجان؟ نو في البدايه كانت ب 3000 اورو. ايوه يضرك بالمجان لخاطر الناس كنت تجري حسب خاطر تعرف المسيحيه دين ذل دين خضوع بينما الاسلام دين قوه. يعني يقول كذا صفعك احدهم على خدك الايسر فادير له الايمن، هكذا كان يقول عيسى عليه السلام. نحن في الاسلام هذه لا وجود لها في ديننا. فهمت كيف؟ اذا الناس منساقون وراء هذه الأخادع أو هذه السهولة أو هذه المماطلة أدري كيف أسمع. قل لي كلمة نختم، وش يحتاج الرئيس السابق ساركوزي عند الجزائر نختم بها؟ ما بقاش يا أخي يا أخي تعرف والله هذه ما على بالي بها، ولكن على حساب ما نشوف في الجرائد أمور مش مليحة. أنا ما نعرفش علي حاجة ساركوزي، والله ما نعرف علي حاجة. قداش نقول حاجة خاطر كان رئيس الجمهورية في ذاك الوقت، وأنا كان يهمني وتهمني أمور أخرى تهم الجزائر، ما كنتش نتبع الشؤون الخارجية. هذيك عندها وزير، عندهم وزير هو اللي يقول هذا الموضوع، هذا ما نقدرش نتكلم على أمور ما نعرفهاش. نتمنى لك التوفيق سي إسماعيل ميرا. شكرا، الله يوفقك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصة بوضوح. انتظرونا الأسبوع القادم. سلام.